هنستخدم مع بعض يا محمد سلسله الفيديوهات، وهنعمل دلوقتي مع بعض فيديو اسئله شفوي فاسكولار. جاهز؟ هناخد الجزء الاول اللي هو البارو ريسبتورز، البلاد بريشر، بهامرج، شارك، سينكوب، هايبرتنشن، عارف واحده واحده. ممكن تقول لي البارو ريسبتورز موجوده فين؟ بارو ريسبتور ليها نوعين، ارتيريال بارو ريسبتور وكارديوال، ارتيريال بارو ريسبتور وكارديوالمناري بارو ريسبتور. برافو عليك. بارو ريسبتور موجوده في الكاروتيد ساينس والاورتيك ارش. الكارديوالمناري بارو ريسبتور موجوده في البوك ايت هير وموجوده في الريتريتري والهرمونات السكريش. وكمان في رينال بارو ريسبتور، طبعا دي كلمه كده. البارو ريسبتور بتشتغل ازاي بسرعه؟ البارو ريسبتور اول انكريس في الارتيريال بارو ريسبتور بيحصل ستيميليشن بارو ريسبتور، لما بيحصل لها ستيميليشن بتروح تعمل ستيميليشن للكارديوالمناري سنتر وستيميليشن الديبريسور اريا في الكارديوالمناري سنتر، وبالتالي بتعمل انكريس في الكارديوالمناري اريا وبتعمل ديبريشن على تمام. وطبعا الانهبيشن الفازو موتور سنتر، الفازو موتور سنتر لما ما بيشتغلش ايه اللي بيحصل؟ الفازو موتور سنتر مش هيشتغل، فبالتالي استنباتاتك الفازو موتور تون هيقل، فهيحصل فازو دايليشن هيديكريس وهتقل بلد بريشر. طب ايه تاثيره على الفين؟ لما الفين يوسع قول لي بالتفاصيل اللي هيحصل. لما الفين يوسع هيحصل ديكريس في البينس، هيحديد الكباستي بتاع البينس سيستم، فهيديكريس البينس ريتيرن، وبالتالي هيديكريس الكارديك اوتبوت. تمام. بمناسبه الفينس ريتيرن كان بيطلع نتيجه فرق ضخم بريشر جريدينت بين المين سيركيولاتري بريشر والسنترال فينس بريشر. ايه الفرق ما بينهم؟ المين سيركيولاتري بريشر ده البريشر في السيركيولاتري بريشر في السيركيولاتري سيستم. تمام. اظن وين ذا كارديال اريست بيعتمد على الفوليوم بتاع البلد وبيعتمد على الكاركتيك بتاع السي بي اس. برافو عليك. نورمال كام بتاع البريشر؟ 7 مللي متر. برافو. سنترال فينس بريشر، سنترال فينس بريشر ده بيمثله ايه؟ انترا بريشر. هو المفروض انه بريشر في الجريت فينس وين اتس اباوت تو انتر ذا ارت بيمثله ايه؟ انترا بريشر وين تقريبا بيكون صفر. تمام. البارو ريسبتورز بتشتغل ازاي لما اجي اقف؟ بتعمل ايه؟ لما اكون نايم وقفت، لما اكون نايم وقفت بيحصل بودنج للباط في اللور ليند، وبالتالي بيديكريز الارتيريال بريشر، فبيحصل ستيميليشن للبارو ريسبتورز، وبالتالي هيحصل ستيميليشن على الكارديو سنتر، هتبتدي الهارت ريت وبتبتدي الهارت ريت، هيزود الكارديو اوت، وهتعمل ليس ديبريشن بتاع الديبريسور اريا، مور ستيميليشن للبارو سنتر، هيحصل بارو كونتريكشن، هيكريز الارتيريال بريشر. برافو عليك. يعني ايه بارو ريسبتور ريسيتنج؟ بارو ريسبتور ريسيتنج البارو ريسبتور هيحصل لها ادابتيشن مع الساستيند اليفيشن او ديبريشن في الارتيريال بريشر. تمام. هي البارو ريسبتور بتشتغل في خلال ثواني ولا دقائق ولا ساعات؟ لا لا ثواني. برافو عليك. عشان كده هي رابيدلي ادابتنج ريسبتور. سؤال مهم جدا في البارو ريسبتور لازم تكون عارفه، ازاي نقيم البارو ريسبتور فانكشن؟ بالنظام مانوفر اللي هي النظام اللي هجيب ثغر انسان خليه يتنفس اجينست فورس بلوتس اجينست فورس اكسبيريشن اجينست بلوز بلوكس لمده 15 ثانيه. في ميز لو بيقول انه الارتيريال بلد بريشر انفيرس ريليشن شيب مع الهارت ريت، وبالتالي بتحديد الارتيريال بلد بريشر والهارت ريت هعرف بره الفرق دي شغاله ولا لا. تمام. بالمناسبه بتاعت ميز لو، ميز لو دي اتقالت في اي ريجوليشن اوف البلد بريشر؟ الرينال لونج تيرم ريجوليشن اوف ارتيريال بلد بريشر. لا هي لونج تيرم بس اتقالت اكتر مع السي ان اس اسكيميك. يعني ايه سي ان اس اسكيميك ريسبونس؟ ديكريز ارتيريال بلد بريشر بدون ديكريز ارتيريال بلد بريشر هيحصل اسكيميا في الانتاير برين، هتحصل اسكيميا في الباثولوجي سنتر. بلو كام؟ رقم 50 ملم هيحصل اسكيميا في الباثولوجي موتور سنتر، وبالتالي هيكريز البي سي او 2 وهيكريز الاكسجين، وهتكون هي اللاست ديفينس اجينست البرين. صح زي ما كتبت اللاست ديتش او اللاست ديفينس. ايه الفرق ما بين الكوشنج ريفلكس وما بين النورمال سي اس اف بريشر؟ الكوشنج ريفلكس معناه انكريز في الانترا برينيال بريشر اكتر من النورمال ارتيريال بلد بريشر. بايت شامبر. تمام. كومبريشن على السريبرال ميثود هيعمل اسكيميا في البرين، لكن السي ان اس كيميكال ريفلكس معناه كومبريشن في السريبرال ميثود او ديكريز في الارتيريال بلد بريشر بنورمال سنترال ونورمال سيرب وسباينال فلويد بريشر. تمام. عندي سؤال، يعني ايه انترميديت ريجوليشن اوف بلد بريشر؟ انترميديت ريجوليشن بتكون بس ميكانيزم، بتكون لوكال ميكانيزم، ممكن تكون ستريس ريلاكسيشن او انت ستريس ريلاكسيشن، وبتشمل الكابيلاري فلويد شيفت. تمام. الكابيلاري فلويد شيفت بتشتغل في اتجاه واحد ولا في اتجاهين؟ في اتجاهين.
بالظبط كده. طيب اشرح لي ايه دور الرينين انجيوتنسين سيستم؟ الرينين انجيوتنسين سيستم هو بيشتغل في الشورت تيرم ريجوليشن ارتيريا بريشر واللونج تيرم ريجوليشن ارتيريا بريشر، وكمان بيشتغل في الانترميديت تيرم ريجوليشن ارتيريا بريشر. الرينين بيطلع من الجوكيستا دون الكباريت اوف الكدني او الهايبرترينيا او انكريز او ديكريز ارتيريا بريشر او ستيميليشن سيمباثيك على الجوكيستا دون الكباريت كان دي واحد دي واحد ده نيجر ريسبتور. الرينين هيحول الانجيوتنسينوجين المفروض من الليفر انجيوتنسين 1 انجيوتنسين 1 بديكا الطايف هيتحول الانجيوتنسين كونفرتنج انزايم الموجود في البالمونري سيتيوبيشن. فين بالظبط في البالمونري؟ في البالمونري كاريدر اندوثيليوم وفي البالمونري كاريدر صح. هيتحول الانجيوتنسين 2. ايه الاكشنز في الانجيوتنسين 2؟ الاكشن هيعمل هو البوتن فازل ستريكشن في الهول بادي هيعمل سيفير فازل ستريكشن هيعمل هوقفك في الحته دي. مين الفازل دايريتورز الاخرى بصفه عامه اللي تعرفه؟ الفازل دايريتور الهستامين الابينفرين فازل دايريتور لو حصل له سكريشن بسمول دوز الكارمينوجين النيتريك اوكسايد تمام اديوزين بالظبط كده. ومين الفازوكونستريكتورز الاخرى غير الانجيوتنسين 2؟ السيريتونين البنفرين البنفرين بلاجي دوز النوع البنفرين الاندوسيلين. وفي بروستا جلاند والبروستا سايكل بتعمل فازوكونستريكتور. برافو عليك يا محمد. كمل غير فازوكونستريكتور انجيوتنسين 2 يعمل ايه؟ هو هيجي يعمل سكريشن الالدوستيرون هيعمل صوديوم موتر تنشن او هايبوكالسيميا بيكريت الصوديوم بيكريت الصوديوم ترانسبورت ريت في الدستر في بيوت الكدني هيعمل ستيميوليشن للفيرست سنتر هعمل انكريت الدرايف ديك في الوقت تمام. وكمان بيشغل انتي نيوراتيك هرمون. طب في سؤال مين الهرمون اللي بيقلله؟ بيقلل الاتريال نيوريتيك فاكتور. بالظبط كده. طب الاتريال نيوريتيك فاكتور اوف التايب امتى يتفرز؟ في الاتريال في الانكريز الفوليوم بلاد ستريتش في الستريتش درايف اتريا. بمناسبه الفوليوم بلاد والستريتش قول لي اسم الريسبتور اللي بيحس بالستريتش. بين ريد لا ده ريفلكس. لكن ايه ده الستريتش ريسبتور في التايب بي والتايب ايه؟ التايب بي ده دو بريشر دو بريشر فوليوم تايب بي اتريال ريسبتور بالبلمونري ريسبتور. ايه علاقه التايب بي اتريال ستريتش بالبين بريدج ريفلكس؟ البين بريدج بي هو مذكور ان هو ملوش علاقه لكن احيانا بيقال انه بين بريدج ريفلكس لما بيحصل ستريتش بيحصل استيميوليشن بين البين بريدج ريفلكس فبالتالي بيروح يعمل تنكيشن على الموتور سنتر واستيميوليشن للكارديو الموتور سنتر هيكتيز الهارت ريت وهيعمل برضه دايركيشن هيكتيز الارتيريا بريشر. برافو عليك. قول لي يعني ايه بيسون بجاش ريفلكس؟ بيسون جاش ريفلكس ده سبيشال تايم من كيمو ريسبتور سبيشال تايم من كيمو ريسبتور موجود في الكوروناري ارتري هيخلي الانفيشن اظن مايوكارديال انفاكشن او سكيب مايوكارديال انفاكشن بس ولا حاجه ثانيه؟ الفارماكولوجيكال اللي هو الفيراكتين والسيرتونين والنيكوتين هيعمل انفيشن هيعمل ستيميوليشن للكارديال انفيكتور ستيميوليشن الانهيبيشن مع البازمون في السنتر هيعمل هيبيتيشن الانهيبيشن الكاربون في السنتر هيعمل بريفر. تمام. عندي سؤال بقى بالنسبه للشوك قول لي كام نوع شوك اللي تعرفه؟ الشوك مين في هايبو هايبوجلامك شوك هايبوجلامك شوك وكارديوجينيك شوك وفي لو ريزيستنس شوك بيتقسم نيوروجينيك تمام نيوروجينيك في انافيلاكتيك وفي سيرفيكتيك تمام. طيب عندي سؤال مهم مين في دول بين الشق بيزيد فيه السنترال فينس بريشر؟ دول الكارديوجينيك بالظبط كده. طيب بالنسبه للشق حاجه اسمها ريفيرسبل شق يعني كومبنساتوري ميكانيزم عايز عناوين يا محمد للكومبنساتوري ميكانيزم. بارك سيكتور ريفليكس والكيميكال ريفليكس البارك ريستريكتور البارك ريستريكتور هرمون تمام زي الاتش ان بروجكت زي الانتي دايركت هرمون الادجوكنسن سيستم وفي كمان في حاجه اسمها دور الالبيومين ودور الريد بلاد سيلز عارف الريد بلاد سيلز كونتراكشن والسبلين والفيسكوستي كل ده كلام مهم. طب هو ايه الريفرسبل شوك يحصل لو احنا فقدنا دم قد ايه؟ هو اي طيب الشوك يحصل لو فقدنا اي كميه من الدم لكن على حسب البيت بتاع الدوز بالظبط وعلى حسب كومستاتري ميكانيزم وال بس لو فقدت اكتر من 30% من الدم يحصل ايه؟ يحصل الريفرسبل شوك
تمام ايرفرسبل شوك. ايه اللي يحصل بالظبط في الايرفرسبل؟ الايرفرسبل هيحصل امبالانس ما بين البري كابيل البري كابيل سنتر والبوست كابيل سنتر الاثنين هيحصل لهم انكريز اكستريم اكستريم. بس انا كسر سريع الاثنين في الاول بيكونوا مقفولين ولا مفتوحين؟ مقفولين. وبعد كده ايه اللي بيحصل؟ يتفتح البري كابيل سنتر. ليه؟ عشان اللوكال برضه يدخل ستانس. صح. وبعد كده البوست يتفتح بسبب ايه؟ يتفتح بسبب الاكيوميشن بتاع الريد بلاد سيلز والسيلر الرايت الموجوده في الكابيلاري. يعني ايه فازو موتور فيلير؟ فازو موتور فيلير يعني فشل في السيناستاتيك في الفازو موتور سنتر وصل له بلاد فلو قليل فبيعمل فازو دايلاتيشن والموضوع بيسوق اكتر. هل ده نيجاتيف فيدباك ولا بوزيتيف فيدباك؟ بوزيتيف فيدباك. تمام. هي الفيشا سيركل. سؤال، سمعت حاجه اسمها مايوكارديال توكسيك فاكتور؟ بيتفرق من البنكرياس او دي كومبنساتوري شوك. تمام. وده بيحصل ان هو طبعا التريبسينوجين يتحول لتريبسين والتريبسين يهدم البنكرياس يطلع منه ماده تلف في الدم تروح للهارت تمنع الاكسيتيشن كونتراكشن كابلج. هسالك سؤال، في الاير ريفرسبل شوك بيكون عندي اسيدوز؟ اسيدوز ولا لا؟ بيكون في اسيدوز لان انت مش عارف تعمل بوش اوت. موجود في دي كومبريسور. ما هو دي كومبريسور اللي هي برضه نفس فكره الاير ريفرسبل. السؤال بقى بيحصل له حاجه اسمها دي اي سي. يعني دي اي سي؟ سمعت محمد حاجه اسمها ديستيمينيتد انترا فاسكولار كواجيولوباسي. كل ما الدم ماشي ببطء مفيش اكتيفيشن. طبعا ايه اكتيفيشن؟ بلوتنج فاكتورز. تمام. دي تحصل. هل يحصل جانج في الانتستاينال بارير؟ اي انفلامشن. والتوكسنز تعدي. تمام. عندي سؤال بقى غير فكره الشوك، السينكوب. ممكن تقول يعني ايه سينكوب اسبابها بسرعه؟ السينكوب يعني السينكوب يعني تكريس الاثير الاثيره في الفايت فيبر سيركيليشن. تمام. هتؤدي لوست اوف كونشسنس. تمام. اسباب السينكوب ممكن تكون فوليوم سينكوب نتيجه للهيموريج او الفوميتنج تكريس الفوليوم بتاع البلاط هيؤدي لسكيميا في البرين او ممكن هارت فيلير او ممكن بالميتوريشن. بالميتوريشن دي حالات نادره ميتوريشن سينكوب. عايز الاهم بقى قول لي كارديال كوزز اوف سينكوب. كارديال كوزز اوف سينكوب فايبريشن وستوك ادم سيندروم. ايه هو الستوك ادم سيندروم؟ ستوك ادم سيندروم في الثيرد بي الثيرد بي هارت بلوك بيحصل ايديو ريتريكتر لازم في البنتركل بيكون اقل من 20 بيحصل فتره من الاسيستول بيكون الكارديال اوتبوت فيها زيرو وبالتالي ما بيكونش فيه فتره ضايعه على الزبر. برافو عليك. في الهيموريج هسألك أسئلة سريعة. البلس سريع ولا بطيء؟ البلس هيموريج سريع. الريسبيريشن سريع ولا بطيء؟ الريسبيريشن البلس سريع. سريع. بيبقى البني آدم ده على بعضه يعني ريست حالة ريست ولا ريست ريست؟ ريست. إيه السبب؟ في الهيموريج دي صعبة شوية للسيمباثيك هيشغل حاجة اسمها ريتيكولار فورميشن في البرين اللي فيها هتعرف سنة تانية فيها كيس ميكر بتاع اليقظة هيبقى على طول صاحي مش على بعض. اليورين فوليوم يقل ولا يزيد في الهيموريدج؟ في الهيموريدج اليورين هيقل. برافو عليك. ايه السبب؟ الاتريال نيتريتيك تايت. تمام. وديكريز ديكريز الرينال فلتريشن. تمام. نيجي للهايبر تنشن. هايبر تنشن كان في نوعين برايمري وسكندري. ايه الفرق بينهم؟ البرايمري ده الهايبرتنشن الراسي ده بيحصل من غير سبب وبيكون مش دورابل بس تريتابل. تمام. والسكندري هسألك اسئله سريعه قول لي اسباب تحصل في الكدني تعمل هايبرتنشن. رينال برفيوز يعني اندر برفيوزن للكدني او ثرومبس في رينال فيزز او ممكن ستيميوليشن للجوينت او جلوميرولونفرايتس انتهاء. طيب قول لي اندوكراينال كوزز او اسباب في الغدد تعلي الضغط. هايبر الدوستيرونيز اسم المرض كونت ديزيز. برافو عليك. الاي دي اتش تزيد. الاي دي اتش تزيد والكورتيزون يزيد. الكورتيزون لو زاد اسم المرض كوشنج ديزيز. برافو عليك. ممكن تيومر في جلسه دون اباريتس او ممكن تيومر في ادرينا مضله بيكون خوب سويك ويكون على اي ايبيزودز. تمام. طيب لو جيت قلت لك تسمم الحمل سمعت عنه؟ اه. ايه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل سبريشن بلاسنتا فبالتالي سبريشن بلاسنتا هيطلع هتطلع بطل ايه؟ سبستانسز فبالتالي هيحصل صح. سمعت عن حاجه اسمها فازو فيجن سينكوب؟ فازو فيجن سينكوب اللي هو الايموشنز زي شفت منظر الدم او حاجه. طبعا بيروح على الهاي ثرامك سنتر هاي ثرامك دايجستر سنتر بيعمل اكتيفيشن فبيعمل سيفير فازو دايجستر في
فيها مصدر الهرمون وبالتالي بتقل التوتال بريفرال ريزيستنس فبيكريز بيقل الارتيريال بريشر فبيحصل فوق. برافو عليك. سؤال مهم جدا في الجزئيه دي بتاعت الهايبر تنشن، مين اهم واخطر، سيستوليك ولا دايستوليك هايبر تنشن؟ سيستوليك يعني لو عيل سيستوليك بريشر ولا دايستوليك؟ لا لو عيل دايستوليك بريشر. ليه؟ لو عيل دايستوليك بريشر معناه ان مفيش برفيوجن، يعني لو فضل الضغط عالي في الاورطه مش هيتحرك من الهاي بريشر الى اللو بريشر، وطبعا ده ديزيز. سمعت عن حاجه اسمها كو اركيتيشن الاورطه؟ اه. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل كو اركيتيشن الاورطه اباب الرينال رينال اباب الرينال ارتري، فبيحصل كونجنتال ناروينج اباب الرينال ارتري، فبيحصل رينال هايبر برفيوجن، هيخرج الرينال وهيحاول اكيوميشن اوف لارج اماونت. لا انا قصدي يا محمد ان هو ايه الكو اركيتيشن دي معناها ان الاورطه اتولدت بيها ضيقه، فيبقى البريشر في الابر ليمت اعلى من اللور ليمت. بمناسبه البريشر ممكن تقول لي الايفكت اوف جرافيتي اوف بلاد بريشر؟ الجرافيتي بتعمل بول للبريشر في اللور ليمت، فبالتالي هتقلل الارتيريال بريشر، هتقلل البريشر في الابر ليمت. فالحاله دي ايه دور البارو ريسبتورز؟ البارو ريسبتورز هيحصل لها ستيميوليشن، الاستيميشن بارو سيكتور هيرجع طب كل سنتي بيلوز ليفل اوف سهر بالظبط يزود 75% مليمتر بركي. طيب في اخر سؤال هساله لك بجد في الحته دي، انت سمعت عن انواع شوك؟ في حاجه اسمها نيوروجينيك شوك تمام، وفي حاجه اسمها سيبتيك شوك. اللو ريزيستنس شوك كان ليه كذا اسم فاكره؟ كان اللو ريزيستنس شوك كان اسمه فازو جينيك او ديستريبيوتيف شوك او اسمه ورم شوك. طب بمناسبه الورم شوك مين هو كولد شوك؟ الكولد شوك ده بيكون الشوك اللي بيحصل فيها بازمنتيشن في البلاس اللي موجوده في السكن زي الهايبوفوليميك شوك. برافو. كارديوجينيك شوك والكارديوجينيك هي الهايبوفوليميك شوك صح. سمعت حاجه اسمها اوبستراكتيف شوك؟ لو اتسد البلمونري ارتري باي الثرومبس دي اسمها اوبستراكتيف، فدي مشكله. شكرا يا محمد.